طيب إذن هلا هذا المثال بده يخليني أمر هلا كيف لقيت السينجلاريتي؟ أنا ما لقيتها، أنا أخذتها من الكتاب. هلا بعدين نطلع ونشوف نلاقي وين البوينت اللي بتعطيني السينجلاريتي. راح نحاول نمر قريب من السينجلاريتي، راح نعمل كارتيجن سبيس بلانينج عند نقطة معينة راح تنزل ثيتا 5 تقريبا تصير زيرو. لما ثيتا 5 تنزل تكون زيرو تقريبا تصير زيرو، بكون قريب جدا من السينجلاريتي. ما راح نمر بالسينجلاريتي بس راح نكون قريبين جدا منها. فأول شيء راح نعمله راح نعمل جنريشن لموديل. عملت كليرنج للورك سبيس، ناخذ هلا نعمل ام دي ال. هلا اظن في كمان روبوتك ارم اسمه ستانفورد روبوتك ارم. اذا ام دي ال بي او يو ام اي 560، هي صار عندي انستنس اوف ذا بوما 560 وهو سماه في 560. اوكي، هذه زي اللي كنا نشوفها. هلا انا هون عملت جنريشن لتايم فيكتور، خليني اخذ الانيشال بوز والفاينل بوز. فعندي انيشال بوز سميته حددته ب T1، فهو عباره عن ترانسليشن هاي الاكس والواي والزد اللي هي 0.5 اكس 0.3 0.44. انا بعرفش بالضبط وين السنجلاريتي زي ما حكيت، ما طلعتش على هاي، بس هو عاملها في الكتاب ومجهز لنا اياها. فراح يكون انتقالي من هاي النقطه بالسبيس لهاي النقطه بالسبيس بنفس الاورينتيشن، فالاورينتيشن راح تضلها نفسها اللي هي روتيشن حوالين واي باي 90 ديجريز، البوزيتيف واي باي 90 ديجريز او بوزيتيف 90 ديجريز. راح ننتقل من 0.5 من اكس 0.5 و 0.3 و 0.44 ل 0.5 ماينس 0.3 0.4. فكانه كانها سموير حوالين ال 0.5 0 0.44 في عندنا قريب من هاي النقطه في سنجلاريتي. فراح ناخذ هذول نعمل جنريشن للتايم فيكتور واعمل جنريشن للتو بوزز. فهي صار عندي هي T1 اللي هي روتيشن حوالين الواي باي 90 ديجريز، وهي الترانسليشن او البوزيشن اللي هي 0.5 0.3 0.44، وانتقلنا من 0.3 لماينس 0.3. هي الاختلاف الوحيد بين هاي وهاي. الاورينتيشن تبعت الريست ظلت نفسها، حتى تضل الاورينتيشن تبعت الريست نفسها، واللي وراها بيتحرك بدهم يتحركوا الزوايا هذول اللي هي ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6. والا حد راح يقول لي كيف راح تتغير ثيتا 5 وثيتا 4 وثيتا 4 و5 و6؟ اذا الاورينتيشن هي نفس الاورينتيشن مزبوط، بس ما هو وراها هذول عم بيتحركوا. اذا ضلت هاي نفسها وهذول لوها يتحركوا راح تتحرك هذه الاورينتيشن. حتى الاورينتيشن هاي تضلها ثابته، واحنا عمالنا نتحرك من نقطه في الفضاء لنقطه، عارفين زي ايش؟ زي نفترض انا بدي انتقل بالرست من هون فرضا لهاي النقطه من هون. اذا انتقلت وما غيرت هذول الزوايا، اذا انتقلت هيك مش تغير الاورينتيشن، فحتى انتقل من هاي لهاي لازم هذا يتغير حتى يضل محافظ على نفس الاورينتيشن. مثلا احد الامثله بدنا نحاول نعملها، بعرفش اذا بزبط معنا المره الجاي، بدنا نحاول مثال انا حكيت فيه، كنت بحكي مع اسماعيل امبارح. يكون عندي البوما 560 مثلا في شيل تحته وفي ليزر كتر هون، والليزر كتر هاي الاورينتيشن راح يضل نفسه مثلا كبدايه، بس انا بدي اعمل مثلا اليبس او دائره هون اعمل. فهون النقاط طبعا مهمه عندي، بدي احدد كل النقاط. هلا حتى استعمل تراجكتوري بلاننج ما بكفيش طبعا ابدا من نقطه وابدا بنفس النقطه، لانه ايش راح يعمل؟ راح ينتقل بين النقطتين هذول، لازم احدد مجموعه نقاط. فبكون مثلا هذا احد الامثله ممكن نعملها، انه نعمل تراجكتوري بلاننج بحيث انه يمر في هذول كل النقاط. هلا الاورينتيشن ظلت ثابته، بس لو الشيت هاي كانت هيك ايش بتكون الاورينتيشن؟ بتكون هيك. هلا وانا بتحرك بدي اغير الزوايا هذول. طيب هاي عندي اذا الانيشال بوز، هاي الانيشال بوز وهي الفاينل بوز، وهي التايم فاكتور اللي عملته اللي هو 20 2 سكندز ب 100 ملي سكندز بين كل واحد والثاني. هلا رح نعمل، تذكروا حكينا المره الماضيه اذا عملت كارتيجن سبيس بلاننج بدي اخذ تي 1 بدي اخذ تي 2 وراح اعمل تي واستعمل سي تراجكتوري تي 1 تي 2 تي او لينث اوف تي. وإذا بدي أعمل جوينت سبيس، وهلا هون طبعا بعمل كيو انفرس، بدي أعمل كيو بي 560 اي تايم 6 اس هي تي. هذه هي الكارتيجن سبيس بلانينج، رح تعطيني خط مستقيم ما بين تي 1 وتي 2، رح تعمل انتربوليشن بين تي 1 وتي 2، رح تعطيني خط مستقيم بينهم. وإذا عملت جوينت سبيس بلانينج في عندي تي 1، راح أطلع من تي 1 كيو باستعمال الآي كينماتيك 6 اس، وراح أطلع من تي 2 هاي سميها كيو 1 وهاي سميها كيو 2، راح أطلعها باستعمال الآي كينماتيك 6 اس.
هلا هون راح اعمل تراجكتوري بلانينج بين كيو بسمي هاي كيو سي وهي راح اسميها كيو جي. راح تكون عندي هون جي تراجكتوري بين كيو 1 وكيو 2. اوكي هاي الاختلاف الاساسي بين الاثنين هذول. فانا راح نعمل اول شيء بالكارتيجن سبيس بلانينج. راح اخذ هي عندي حددنا تي 1 وتي 2. هلا هون راح نعمل تي اس او تي سي راح تكون هي الانتقال من تي 1 لتي 2 بخط مستقيم على فترة التايم فيكتور اللي موجود هون من تي 1 باستعمال كارتيجن سبيس تراجكتوري. والكارتيجن سبيس تراجكتوري مش سهله الماثماتكس تبعتها، لان مظبوط انا بدي احول من اكس 1 لاكس 2 من واي 1 لواي 2 من زد 1 لزد 2 هدول سهلين، بس الصعوبه هي التحويل من الاورينتيشن من الاورينتيشن الاول للاورينتيشن الثاني. ناخذ هلا هدول الاثنين. راح اخذ اذا هي عندي تي 1 تي 2 راح نعمل هلا تي اس، فراح نعمل جنريشن لانترميديت بوزز بين تي 1 وتي 2 راح يكون في عدد كبير من التيز. اذا بين تي 1 هي تي 1 لتي 2 بدي اتحرك من تي 1 لتي 2 بدي كل التيز الكابيتال تيز اللي بين هدول الاثنين اللي بتحركني من هذا البوزيشن لهذا البوزيشن. لسه ما حكينا ما عن جوينت انجلز، عم نحكي بس عن بوزز. فصار عندي هاي كل البوزز ال 21 بوز اللي بحركوني من الاول للاخير، الاخير لازم يكون طبعا اخر نقطه بدنا اياها، والاول لازم يكون النقطه الاولى اللي هو تي كولون كولون 1. فتي كولون كولون 1 لازم يكون البدايه اللي بدينا منها اللي هي 0.5 0.3 0.44 بهاي الاورينتيشن. وصرنا ننتقل شوي شوي، هي بتلاحظوا هون انتقلت البوينت 0.3 صارت 0.2966 وهكذا. وهون عندي البولينوميال رح يكون دخل فيها البولينوميال. سوري غير الواي عشان حطينا اورتيت حوالين الواي. ليش غير الواي وما غيرش الثانيين؟ صحيح كلامك مظبوط، عماله بغير بس الواي مش هيك؟ اه مظبوط مظبوط عم تتغير الواي صح. والواي شو صارت؟ صارت 0.045 0.045 0.09 0.135. تمام مزبوط، مش عم بتغير لا الاكس ولا الزد مزبوط صح كلامك صحيح. طيب هي صار عندي هذا، هلا بدنا نعمل هل طلع معي التي اس. هلا للتي اس هاي بدي اطلع لكل وحده منهم انفرس كينماتكس مزبوط، والانفرس كينماتكس راح تشتغل مش على بوز وحده، على مجموعه بوزز. وايش راح يطلع معي؟ مش جوينت ست واحدة، مجموعة ستس. فراح يكون عندي كيو راح نسميها كيو اس او كيو اس، سميها كيو اس او كيو سي. ايش سميتها هون؟ كيو سي اظن، سميتها كيو سي. فكيو سي راح ناخذ مجموعة البوزز المختلفة ال 21 بوز هذول راح تنعاد هاي 21 مرة، وكل مرة راح يطلع معي واحدة من الكيوز اللي هون اللي بتقابل التي، التي الأولى راح يطلع لها كيو، التي الثانية راح يطلع لها كيو، وزي ما هاي كانت في أري 3x3 4x4x21 راح تطلع هذه مع 41x6 اللي هي مجموعة الأنجلز اللي بتحقق هدول البوزز. هاي طلع معي كل الكيوز، فكل واحدة من التيز اللي شفناها هناك راح يطلع لها مجموعة الزوايا هدول من البداية للنهاية. هلا هدول راح نعملهم بلوت حتى نشوف كيف شكلهم، لانه احنا هلا عارفين انه مرينا جنب سنجولاريتي. فراح اعمل بلوتينج، راح استعمل الكيو بلوت. الكيو بلوت بس بسهل، بحط لنا الليجند. اوكي نطلع هاي. هلا هون هاي ما شفنا شيء زي هيك قبل هالمره. لما كنا نعمل تراجكتوري بلانينج كان البولينوميالز مرتبين. هلا هون هي النقطه هاي اللي هي النقطه تقريبا عند 0.7 تقريبا، هون عند 0.7. هلا اطلعوا على ثيتا 5 اللي بتهمنا ثيتا 5، لانه ثيتا 5 لما تكون ايش بيصير عندي سنجولاريتي؟ بتكون زيرو. هاي ثيتا 5 مزبوط؟ قريبة من الزيرو. هاي زيرو. فلما ثيتا 5 بدأت تقترب من زيرو، شوفوا ايش صار بثيتا 4 ثيتا 4 وثيتا 6. اضطروا يتغيروا بسرعة منهم. فثيتا 4 تغيرت بسرعة وثيتا 6، حتى أضل ماشي بالخط المستقيم هذا اللي هو تغيرت فيه الواي من ماينس 0.3 من 0.3 ل ماينس 0.3. فصار عندي هذا التغير بسرعه. هاي احنا قريبين جدا من سنجولاريتي، ولو يمكن الخط انا بعرفش كيف ممكن نلاقيها، لو نقدر نلاقي بالضبط نقطه السنجولاريتي راح تصير هذا هون السيستم عند هون، هاي راح تصير فيري هاي، لانه هذول طبعا ديسبيسمنت، مشتقه الديسبيسمنت هي سبيد، فراح تصير هذا واقف اوف هون.
هيك. هذا طبعا مستحيل من محرك، مزبوط، محرك ما بنقدر ناخذ منه هاي. طيب راح اعمله الان، هلا راح نخلي هذه، راح احط عليها اظن هولد اون. اذا حطيت هولد اون راح يضل حافظ على هذا الفيجر، راح نفتح فيجر جديد. هذا الفيجر بس بجهزه عشان يضل الفيجر القديم موجود، ولا راح الفيجر القديم؟ لا موجود، هاي موجود الفيجر القديم. فهلا لما نعمل بلوت مفروض انه يعمل بلوتينج على الفيجر الجديد. هلا ايش راح نعمل؟ راح نعمل تراجكتوري بلانينج. هلا تراجكتوري الجوينت سبيس بلانينج، الجوينت سبيس بلانينج او الجوينت سبيس تراجكتوري. الجوينت سبيس تراجكتوري ما فيها المشكله هاي، لانه بتقول انا بدي اتحرك من Q1 initial ل Q1 final، من Q2 initial ل Q2 final. فبطبيعته راح يحاول يتجنب هاي المشكله، راح يصير يغير هذول الكيوز شوي شوي. هون احنا اضطرينا نغير الكيو او الثيتاز فجاه، لانه عند نقطه معينه نغيرهم فجاه. لما نعمل تراجكتوري بلانينج جوينت بيس تراجكتوري بلانينج راح تشوفهم يتغير شوي شوي، لانه معنا كل التو سكندز نغيرهم. وبتتذكروا ان هذول بيصيروا اندبندنت اوف ايتش اذر، السته ببطلوا يعتمدوا على بعض خلص. المهم انه ابدا بالنقطه وانتهي بالنقطه، كل واحده من الثيتاز لازم تنتهي، تبدا بنقطه وتنتهي بنقطه. اذا هلا راح نعمله الان، راح ناخذ، راح اعرف هلا، هلا هون راح اعمل الانفرس كينماتكس من البدايه لهاي النقطه، راح اعمل انفرس كينماتكس لهاي النقطه، راح انفرس كينماتكس. بطلت اعمل بلانينج في التي، صرت اعمل بلانينج كيو. اذا بناخذ Q1 بنعملها انفرس كينماتكس وQ2، فبطلع الزوايا المطلوبه للفيرست بوز، بطلع الزوايا المطلوبه للسكند بوز. بعدين بعمل تراجكتوري بلانينج، هاي اللي شفناها المره الماضيه لكوينتك، على كل الست ثيتاز. هاي عندي هون، هلا اخذنا هاي Q1، طلعنا Q1 طلع لها انفرس كينماتكس، Q2 طلعنا الانفرس كينماتكس، بعدين بنعمل تراجكتوري بلانينج، فبيطلع معي QJ. هاي QJ. هلا QJ ايش الوحيد اللي بيشبه بين QJ وQC؟ ايش لازم يكون؟ السطر الاول والسطر الاخير. خلينا نتاكد منها. هلا بدنا نقارن السطر الاول من QC مع السطر الاول من Q مثلا. هاي مضبوط نفسهم؟ فهذا يكون نفس هذا، واخر واحد مفروض يكون نفس اخر واحد هناك. فاحنا بدينا من نفس النقطة وانتهينا من نفس النقطة، بس الباث اللي سلكناه مختلف. فإذا طلعنا على اخر سطر من كيو جي قارناه بكيو هي، نفسه كمان، مش هيك؟ مضبوط. إذا هون فيش عندنا، هلا صار عندي هلا هدول التراجكتور، هلا بقدر أعمل بلوتينج له، أو بدي أعمل كيو بلوت. هذا اللي عملناه بالكارتيجن سبيس بلانينج، هذا اللي عملناه بالجوينت سبيس بلانينج. هاي هون الكوينتيك، ها؟ فهي بالجوينت سبيس. فبشكل عام الجوينت سبيس بلانينج هون خلص. الجوينت سبيس بلانينج شو صار؟ بتعرف كانهم ست زملاء، ست اصدقاء، وهذا اتفقوا انه يبدوا في نقطة معينة وينتهوا بنقطة معينة. كل الاشي اللي هو كل واحد منهم ملتزم فيه انه يبدا بنقطه وينتهي بنقطه. هلا هناك بدينا بنقطه وانتهينا بنقطه، وهون انتهي، وهو نفس الاشي هون بدينا بنقطه وانتهينا بنفس النقطه. الاختلاف الاساسي اللي صار انه هذول السته ما فيش حاجه يكون في تنسيق بين قيمهم في كل لحظه من اللحظات. هذول السته ما بنفع حتى يجيبوا الفاينل بوز على الخط هذا، محددين بالنقاط هذول. في لحظه معينه هذا اضطر انه يغير بسرعه مكانه من النقطه هاي اللي هو ثيتا 4 من النقطه هاي الى النقطه هاي، عشان نضل محافظين على الفاينل البوزيشن. هون لا، ما فيش تنسيق بينهم، ولانه فيش تنسيق بين السته هذول مشينا اي مسار، مشينا مسار مختلف زي ما شفتوه في شفناه سابقا لما كنا نرسم على الاكس واي.